আসসালামু আলাইকুম। কিফ হালাক ইয়া তুল্লাবুল আজিজ আল কিরাম? আজুন মা আনতুম খায়র বি রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া আনা আইযা খায়র বি দুআইকুম। আইয়া তুল্লাবুল আজিজ আল কিরাম, আল মারাদ আল করোনা ইয়াজি আলা সাই আল দুনিয়া, ওয়ালাকিন মারাদ আল করোনা খাসাতান ব্ল্যাক ফাঙ্গাস ইয়াজি আলা সাই আল হিন্দ ওয়া খাসাতান ফি মানতাকাতি ইন্নাওয়ার ওয়া সাফাই। أيها الطلاب العزيز، فأنسوا لكم أنتم تنظروا إلى صحتكم أولا وبعد إلى درسكم. أيها الطلاب العزيز الكرام، نحن نبدأ إن شاء الله العزيز درس اليوم، الدرس من صف الصعب، الدرس أول من صف التعصب. الصف التاسع، الموضوع قواعد اللغة العربية. اللغة العربية والبحث فينا اليوم المبتدأ والخبر. أولا نحن نبحث إن شاء الله العزيز المبتدأ، وبعد نبحث إن شاء الله العزيز الخبر. مبتدأ، ما هو المبتدأ وما هو الخبر وما ينكسب المبتدأ وما ينكسب الخبر وموزع المبتدأ وموزع الخبر، كل بحث يزجي على بعدا بعد بعد. أيها الطلاب العزيز الكرام، البحث مبتدا الخبر، بس مبتدا الخبر. فنحن نبحث ان شاء الله العزيز اولا على المبتدا وبعد على الخبر. فالمبتدا، ما هو المبتدا؟ المبتدا هو اسم مرفوع مخبر ومحدث عنه. المبتدا المبتدأ واسم مرفوع، اسم مرفوع مخبر ومحدث عنه، مخبر ومحدث عنه. مبتدأ هو اسم مرفوع مخبر أو محدث عنه. مبتدأ الذي فعل لفظ الذي يستعمل في اللغة العربية يقال الشيء له ويخبر الشيء له فهو مبتدأ. والخبر ما يخبر وما يحدث فهو خبر، ما يخبر وما يحدث فهو خبر. أولا فالمثال هناك، فنحن نجد مثال ونكشف لنا ذلك المثال. الصبر ضياء، الصبر الصبر ضياء. فهناك الصبر، فهناك الصبر المبتدا والضياء الخبر، لأن الصبر يقال الشيء له الضياء. فرجل الذي يصبر فرجل الذي يصبر فهو يبيع له حياته. الرجل عالم، فهناك الرجل يخبر به هو عالم، فالرجل يخبر له عالم، فعالم هو خبر والرجل هو مبتدا. فنحن نعلم بها السبب، السبب هو مبتدا، الرجل هو المبتدا، والثياب هو خبر. فنفهم من ذلك المثال، ما هو الخبر، الخبر الخبر وهو جزء الذي يتم الفائدة مع المبتدا. الخبر وهو
جزع الذي به تتم الفاعل. الخبر وهو الجزء الذي به تتم الفاعلة، تتم الفاعلة مع المبتدا. الخبر وهو الجزء الذي به تتم الفاعلة مع المبتدا، تتم الفاعلة مع المبتدا. الخبر وهو يتم الفاعلة المبتدا، ويتم الفاعلة المبتدا، ويتم فاعل الخبر. فخبر الذي أو شيء الذي يقال للمبتدا فهو خبر، فيقال للمبتدا فهو خبر. مثل زيد عالم. فزيد هنا المبتدا، وعالم هو خبر، لأن يقال في هذا المكان، فيقال في هذا المكان الزيد، الزيد، ويقال الشيء الذي ويقدر له عالم هو خبر، فهو خبر. فزيد مبتدا وعالم خبر، فزيد مبتدا وعالم خبر. فطلاب العزيز الكرام، أصل المبتدا والخبر، نحن نقرأ نحفظ إن شاء الله العزيز أصل المبتدا والخبر، أصل المبتدا والخبر، أصل المبتدا والخبر، أصل المبتدا والخبر. ما هو أصل المبتدا وما هو أصل الخبر؟ أصل المبتدا أن يكون معرفة، أصل المبتدا أصل المبتدا أن يكون معرفة، أصل المبتدا أن يكون معرفة، وأصل الخبر أن يكون نكرة. وأصل الخبر أن يكون ناكرة. والناكرة إذا وصفت، جاز أن تكا مبتدا، ولكن في هذا المكان مثل العلم نور، العلم نور، والجهل ظلمة، والجهل ظلمة، العلم نور والجهل ظلمة، العلم نور والجهل ظلمة، العلم نور والجهل ظلمة. فالعلم هذا نور، والجهل هذا ظلمة، العلم نور والجهل ظلمة. فالعلم في هذا المكان معرفة، والجهل في هذا المكان معرفة، ولكن نور هذا ناكرة، وظلمة هذا ناكرة. فأصل المبتدا معرفة، وأصل الخبر ناكرة. أصل المبتدا معرفة، وأصل المبتدا ناكرة. فنظهر بهذا البحث أصل المبتدا معرفة، وأصل الخبر نكرة. ولكن في هذا المكان إذا بصفت، والنكرة إذا بصفت زاد أن تكا مبتدا، النكرة إذا بصفت فيكون هذا. فعبد المؤمن خير من مشرك، فنا عبد، هذا، فعبد المؤمن خير من مشرك، عبد المؤمن خير من
مرشد. فأيها الطلاب العزيز الكرام، نحن نبحث إن شاء الله العزيز في هذا المكان هناك في زاوية الدعاء عندكم من عبد المؤمن خير من مرشد، عبد المؤمن خير من مرشد. فنظهر في هذا المكان لأسط المبتدا، أسط المبتدا معرفة، أسط المبتدا معرفة، وأسط الخبر، وأسط الخبر نكرة، مثل العلم نور، الجهل ظلمة، العلم نور، الجهل ظلمة، معرفة وناكر، معرفة وناكر. فأيها الطلاب الكرام، فنحن نبحث في هذا المثال أصل المبتدا، أصل المبتدا معرفة، أصل المبتدا معرفة، وأصل الخبر ناكرة، أصل المبتدا معرفة وأصل الخبر ناكرة. ولكن إذا وصفت معرفة، إذا وصفت ناكرة فيكون ذلك مبتدأ، وإذا وصفت ناكرة فيكون معرفة، فيصبح ناكرة فيكون معرفة. فأيها الطلاب الكرام، وبعد نحن نبحث إن شاء الله العزيز في هذا المكان أنواع المبتدأ، أنواع المبتدأ. أنواع المبتدا، أنواع المبتدا، وهناك نحن نبحث إن شاء الله العزيز ينقسم المبتدا بالنسبة إلى أخذ الخبر إلى نوعين، ينقسم المبتدا ينقسم المبتدا بالنسبة أخذ بالنسبة لأخذه خبرا إلى نوعين، بالنسبة لأخذه خبرا خبرا لأخذه خبرا إلى نوعين، ينقسم المبتدا بالنسبة لأخذه خبرا إلى نوعين، ينقسم المبتدا بالنسبة لأخذه خبرا إلى نوعين. المبتدا له خبر، ما هو الحكمة الضالة المؤمن، هناك الحكمة مبتدا وضالة خبر، الحكمة ضالة، والمبتدا ليس له خبر. أولا المبتدا له خبر، النوع الأول المبتدا له خبر، المبتدا له خبر، مثل الحكمة ضالة، الحكمة ضالة المؤمن، هناك الحكمة وضالة خبر، المبتدا له خبر. الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن،
الحكمة ضالة مؤمنة. هناك الحكمة مبتدا، مبتدا ودالة خبر. هناك الحكمة مبتدأ ودالة خبر. المبتدأ له خبر والحكمة دالة من المبتدأ وهو خبر. ونوع الثاني مبتدأ ليس له خبر، والنوع الثاني المبتدا ليس له خبر، المبتدا ليس له خبر، المبتدا ليس له خبر، المبتدا ليس له خبر، ولكن له مرفوع يسد مسد مسد الخبر، ولكن له مرفوع. المبتدا ليس له خبر ولكن له مرفوع يسد مسد الخبر، المبتدا ليس له خبر ولكن له مرفوع يسد مسد الخبر. يعني تعلم مكامن الخبر، تعلم مكامن الخبر. نحن نعيم طفل ومع محمد البخل، فنعيم مبتدا والطفل فاعل سد مسد الخبر. أنعم طفل، فهذا نائب المبتدا نائب المبتدا، والطفل فاعل ولكن طفل فاعل ولكن مسد الخبر، سد مسد الخبر، سد مسد الخبر، يعني قائم مكان خبر، يعني قائم مكان خبر. فهناك أيها الطلاب الكرام، أنواع المبتدأ اسمان، الأول مبتدأ له خبر، والثاني مبتدأ ليس له خبر، والثاني مبتدأ ليس له خبر، ولكن له فاعل ويقوم مكانا، ويقوم مكانا خبر، ويقوم مكانا خبر، ويقوم مكانا خبر. فأيها الطلاب الكرام، نحن نبحث إن شاء الله العزيز على أقسام الخبر في درس آتي. أيها الطلاب العزيز، نحن نجري هذا الدرس من انتدام مدير المدرسة، فنشكر له شكرا جزيلا لانتدام هذا الدرس، وشكرا لمملكة البنغلاديش الذي انتظم درس الشرق على ساحل البنغلاديش. آخرا أدعو إلى الله صحتكم، وأرجو أنكم في كل وقت ندعو إلى الله تعالى لمارس الكورونا، وفي كل يوم تقرأ بعض الكتب خاصة من كتب اللغة العربية و خاصة من قواعد اللغة العربية. فأيها الطلاب الكرام،
اليوم نختم هذا الدرس في هذا المكان. شكرا لكم لنزل هذا الدرس، وشكرا لكم لاستماع الدرس. إلى اللقاء إن شاء الله العزيز في يوم آتي.